عليكم، كدايرين؟ لاباس عليكم، عواشكم مبروكة. اليوم كملتو معايا، غنوريكم الطريقة ديال التشباك ديال الشباكية. طريقة سهلة، غير تبعو معايا وصافي. كما تتشوفو معايا، هي الشباكية قطعناها على ربع، واحد جوج ثلاثة ربع، الخامسة هي تنقطعو بها التشباك التشبيكة. غناخدو فحال هكا، غناخدو اللولة نهزوها بيديا، ثانية غنهبطوها، ثالثة غادي نهزوها، رابعة غادي نهبطوها، الخامسة غادي نهزوها. كما تتشوفو معايا هنا عندي ثلاثة وهنا عندي غير زوج. إذا غنشدو هكا كما هاد العملية، غناخد الراس ديال هادي مع هادي، تلاصقوهم باش متحلوش لينا، ونحاولو ندخلوها الوسط ونحطوها، ونحطوها نديرها بحال هكا بهاد الطريقة باش تتحل، متجيناش مدقصة من الداخل. هانتوما كما شفتو معايا، نعاود معاكم وحدة، هانتوما كما قلت لكم، ها وحدة، ها زوج، ها ثلاثة، ها ربعة، الخامسة هي اللي تنقطعو بها الشباكية. تنشدو اللولة تنطلعو هكا، الثانية تنهبطوها، الثالثة تنطلعوها، الرابعة تنهبطوها، الخامسة تنطلعوها. تنشدو الخامسة عند الشنيف ديال الحافات، تلصقو مع بعضياتهم وتندخلوها الوسط منها بحال هكا. تجيش مدقسة وتجي كلها محلولة. طريقة سهلة، وها الأولى نهزوها، الثانية نهبطوها، الأولى نهزوها، الثانية نهبطوها، الثالثة نهزوها، الرابعة نهبطوها، الخامسة نهزوها، يجي الراس مع الراس ونطلقو فحال هكا. طريقة سهلة وواضحة، تنظن أنها واضحة. كما تشوفوا معايا هاي، ومدقساش وكلها محلولة. نوريكم الأخيرة كما تشوفوا معايا، نتوما هكا تهزو ثلاثة الفوق وجوج تيهبطو. كما تشوفوها، تدي الحافة مع الحافة ديال الأخر، تدخل الوسط بعضياتهم صافي، تدي هكا. نتمنى تكون التشبيكة جاتكم سهلة وعرفتوا الطريقة، وقدرت نوصلكم الطريقة ديال كيفاش تنشبكو. والسلام عليكم، وفيديو جديد إن شاء الله.